الفلاوي، يعني هاليوم نبني، انت داخلين نبني بقوه، يعني صحيح راح تبنون؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. لا ما سؤال، صحيح راح تبنون؟ يا اخي نكمل اعطيتني سؤال خجاوي. اريد اسال سؤال، هل مثلت النتائج في بعض المحافظات مفاجأة لقوى الإطار التنسيقي؟ وخلينا نتحدث نبني لو ما نبني. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي يا رب على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. تحية لك استيفاء وتحية ضيفيك الكرام. صراحة الإطار مجتمعا حصل على أكثر من 10 محافظات، يعني يكون هو المتقدم فيها. نعم. إضافة إلى لديه بأنه اليوم حتى على مستوى محافظة نينوى أخذ فيها 10 مقاعد. شلون حسبتها 10 مقاعد؟ يعني محسوبة. محسوبة 10 مقاعد. يعني حسبتم يعني المسيحيين يعني البابليون وياكم؟ نعم اكو. يعني وياكم احنا نحسب حسابات مضبوطة. تحالفاتكم صرتوا 10. نحسب حسابات مضبوطة. نعم. في نينوى 10 مقاعد، وهذا إنجاز كبير يعتبر. نعم. إلى الإطار التنسيقي الذي عمل جاهدا خلال هذه الفترة، والذي نجح في 10 محافظات، لا سيما حتى الشمالية من عندها اللي هي تعتبر نينوى، وهذا إنجاز. نعم. يعتبر. إضافة إلى أنه الإطار التنسيقي مثل ما اختار شخصية قادرة على أن تعطي شعار حقيقي. نعم. للخدمة والاقتصاد، ونجح فعلا في إدارة الملف في الخدمة وحتى الاقتصاد. نعم. اللي هو السيد محمد شاه السوداني، أكيد هو حريص اليوم على أن يكون هنالك محافظين جدد يعملون من أجل دماء جديدة لو نفس القديم. لا، أنا أعتقد بأنه دماء جديدة.